الرحمن الرحيم. هذا طبعا جثة في قبر نبطي لشخص في قبر نبطي ملفوفة بلفائف من القماش وحافظت عليها الطبيعة لتبدو وكأنها محنطة طبعا من القرن الثالث الميلادي. هذه ليست موميا ولكنها حافظت عليها الطبيعة بهذا الشكل، سبحان الله، تعود للقرن أو شكرا سيدي ابن عمح القرن الثالث الميلادي. وابنها هذا عايشة صغيرها، وهذا صغيرها بجنبها. هذه موجودة في متحف أخفض بقعة على وجه الكرة الأرضية في البحر الميت.